السلام عليكم اخواتي حبيباتي، اليوم عندنا فيديو جديد. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. قبل ما نبداو البنات، ما تنساوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد، فضلا منكم ليس امرا وشكرا للجميع. اليوم البنات عندنا لاصوص طماط، طماطم البنات، طماطم طرية. عندنا هنا كيفاش نوجدوا لاصوص طوماط، كيسبق ليا وحضرت معاكم بها بزاف الحاجات، البيتزا لي بات كلشي. هنا البنات عندي 4 كيلو ديال مطيشه، 4 كيلو ديال مطيشه، وعندي هنا الابزار، وعندي باربه وحده، وعندي الفلفل الحمراء جوج معالق عامرين، وعندي مليحه، وعندي زويته. هاد الطريقه البنات الصراحه اول مره غنجربها معاكم، كديرها صاحبتي وديما تتصيب وتتصيب ليا، الله يجازيها بالخير. اليوم البنات غنوجد معكم الطريقه انايا، ونتمنى من الله تخرج ليا مزيانه. هكذا البنات غنحيدو غير الراس ديال المطيشه من طبيعه الحال هذا، وغادي نقسمو على جوج. تبارك الله البنات، شوفوا على مطيشه تبارك الله، هذه راه العاديه اللي تناخذو ديما. دابا في الكاميرا ما كتبانش قدك، هذه البنات شو قداش يعني، على عين الوحده فيها نص كيلو هاد المطيشات هادو. تبارك الله ما شاء الله، اول مره الصراحه في حياتي كنشوف مطيشه قد هكذا، تبارك الرحمن ما شاء الله. غنقسموها البنات من طبيعه الحال، كنقسموا المطيشه على جوج حيت كاينه مطيشه اللي كتكون مسوسه من الداخل. هانتوما نقسموها على جوج باش نشوفوا ما كاين فيها لا سوسه لا حتى شي حاجه، وغنقسموها طريفات هكذا هكذا، وغادي نديروها في الطنجره ديال الضغط، واللي ما عندوش الطنجره ديال الضغط يديرها في طنجره عاديه هكذا. البنات القطع ديالنا تكون هكذا، ما صغيره ما كبيره، ونيشان في الطنجره، لانه ملي غادي نديروها على النار راه غادا تذوب، ما غيبقى فيها حتى شي حاجه. قلت لكم هكذا ديما نشوفوا مطيشه من الوسط، وعاد نقسموها هكذا طريفات. نكملوا بهذه الطريقه البنات كل شيء، الزريعه ديالها بالقشور كل شيء تكون مغسوله مزيان، وغادي نديروها هكذا. نكملوا بهذه الطريقه البنات، ومن بعد غنطلق. بعد ما قطعنا المطيشه ديالنا البنات كلها، دابا غادي نقشروا هاد الباربه، هادي نقشروا الباربه ونقطعوها قطع صغيره، ولا غادي نحكوها كيف ما درنا ليها باش نسدو ليها الطيب مع مطيشه بحال هكذا. قطعوها قطع صغيره، ومن بعد غادي نديرو هاد المكونات اللي عندنا ان شاء الله. المرحله الاخرى ديال التقطيع هي ديال الباربه، ومن بعد البنات غادي نفسيو هاد الفلفل احمر يطيب معاها باش يطلق، ونسيبو الملح البنات، الملح ديرو غير القياس، لانه راه غادي تبغيو ديرو الملح في اي حاجه عندكم. باش بغيتو تطيبو هاد المطيشه هادي، واش غديروها مثلا في الحريره، ولا غديروها في البيتزا، ولا غديروها في ليباط، ولا غديروها في الكفته لاصوص طوماط، كفته لاصوص طوماط باش بغيتو البنات. الابزار، وغنديرو هاد الزويته هادي، وغادي نحاولو نخلطو هادشي شويه باش تنزل لتحت. هي راه غادا غير تبدا تغلي وغتنزل لتحت هادشي باش يطيب، وملي دير لينا داك شويه ديال الماء تهبط يدخلوا فيه هاد المكونات هادو يذوبوا. ما كنديروش الماء البنات، ما كنديروش الماء نهائي، راه هي كتطلق الماء صافي. دابا غادي نخليو الطنجره ديالنا غنسدوها، ونخليها طيب البنات المده ديال 15 دقيقه الا كانت سريعه، الى 20 دقيقه، وان شاء الله غادي نرجعو نحلو على مطيشه ديالنا نشوفوها كيفاش دايره، ونطحنوها ونعاودو مازال نطيبوها. البنات كنوجدو قريعات لي عندنا فحال هكذا، كنشدهم البنات نغسلوهم،
كندوزوهم في المطايب المفاتير البنات، يعني كيف كنقولوا سبولتو خارجه، كندوزوهم في المطايب كنقلبهم على زيت ابيض بحال هكا باش يتنشفوا مزيان، نشفوهم والغطايات حتى هما كندوزوهم في المطايب ان شاء الله باش نوجدوا القريعات فين غنديروا المطيشه ديالنا. دابا غادي ندوزو المطيشه ان شاء الله باش نطحنوها ونصفيوها، ندوزو المراحل باش نوجدو. وهنا البنات انتم كتشوفوا المطيشه ديالنا كيفاش وجدات. غادي دابا ندوزو المرحله ديال نطحنوها. انتم كتشوفوا البنات شحال طلقت ديال الماء بوحديها بلا ما نديرو فيها لا ما لا حتى شي حاجه. البنات غادي نطحنوها بهاد لاباراي هذه، اللي ما عندوش بحال هذه يدير الطحان الكهربائي ديال الكاس ديال العصير، ولا يدير ديك اليدويه ديال المطيشه. دابا انا غادي نطحنها بها صراحه، هذه خفيفه ما كتوسخش الماء عن بزاف. من بعد ما طحناها البنات غادي نصفيوها باش ما يبقاوش لينا فيها دوك القشور، وغادي ان شاء الله نرجعوها طيب تقلى. ضروري ما تصفيوها البنات لانه الزريعه والقشور ديالها راه ما كيتطحنوش، ها كيبقى. هانتوما نرميو هذا الشيء دابا. صافي نخلو كلشي، صافي نكملو نصفيوها ونرجعوها فوق النار حتى تجمع لينا القياس اللي بغينا، بغيناها ثقيله بغيناها خفيفه تيتبخر من هذاك الماء ماشي كلشي، المهم نقص لينا الماء ما تبقاش خفيفه. هانتوما كتشوفوا تبارك الله شحال عطاتنا، ولاني ملي غادي تمشي تطيب غادي تنشف شويه غادي تهبط غتنزل ما تبقاش الكميه قد هكا. البنات هانتوما كتلاحظوا المطيشه ديالنا شحال تاني وصلت، وصلت نص الكميه. وانتبهوا البنات ملي كتبدا تغلي راه كتبدا كدوك البواقات كيطلعوا، راه حرقتني بعدا درت الضوء. انتبهوا راه هي كطير. دابا نعمروا القريعات ديالنا اللي معقمناهم. هانتوما كتشوفوا راه خاسره البنات، درتها خاسره انايا باش نيشان الا بغيت نعمر بها البيتزا، لان البيتزا كتبغي شويه مطيشه تكون عاقده. نعمروا القريعات ديالنا ومن بعد ان شاء الله غنرجعوا القريعات ديال المطيشه البنات ديالنا. هانتوما كتشوفوا كيفاش جات، كنصور بالليل البنات الضو ما عطيش، هو هذاك عاطيه فحال لورونج راه هي حمراء. نتمنى من الله تعجبكم هذه الطريقه هذه، وشكرا بزاف صاحبتي اللي وراتها ليا الله يعطيها الصحه طول العمر. صافي كتدوغ مع البنات مزيان، والقراعي معقمين والغطايات معقمين، كتسدوهم وكتخبيوهم وديروهم في البلاكار ديالكم حتى تبغيو تحتاجوهم وجبدوهم تستعملوهم. هنا هانتوما شفتو القريعات اللي وجدوا لينا. الانسان الا بغى يوجد كميه اكثر من هكذا يوجدها، بغى يوجد قد هكا يوجدو. المهم انا يعني اقل تكلفه بالنسبه للطحين وبالنسبه لهذا باش تكلفك الوقت وتحس براسك راك درت شي حاجه، ما يمكنش دير كيلو ما يمكنش دير جوج. هانتوما كتشوفوا البنات 4 كيلو خليتها انا حتى اختارت مزيان، يلاه عطاتني هاد القريعات هادو اللي كتشوفوا. ونتمنى من الله الحلقه ديال اليوم تعجبكم وتكون خفيفه على قلوبكم يا ربي، وفيديو اخر جديد ان شاء الله من هنا للقدام.